السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا قاسم. اليوم ناخذ وسم جديد يخص الـ HTML، ولكن الـ HTML Basic. يعني شنو؟ راح نشرح عن الـ HTML بصورة عامة، فراح نحكي عن الإصدار الرابع ونتكلم ونتعمق بالـ HTML أكثر وأكثر. اليوم راح ناخذ وسم إذا شو بهاي الصورة. شنو هذا الوسم؟ وسم هذا مكتوب حاليا أمامك هو P. هاي بي معناتها اختصار لباراجراف. الباراجراف شباب يخليك تتعامل مع النصوص. بصراحة الباراجراف هو يخليك تنزل ايضا سطر مع، يعني شلون؟ يعني عند كتابة مثلا نص معين، هسه مثلا مكتوب this is a paragraph، اذا شوف نازل سطر بهاي الصورة this is a paragraph وجواها this is another paragraph، يعني معناتها ينزل سطر من ذاته، يخليك تنزل سطر. يعني انت ممكن تكتب وسم اخر ما يخليك تنزل سطر، فتحتاج وسم اسمه بي ار يخليك تنزل شنو سطر. اوكي، فالباراجراف احنا ايش قلنا عليه؟ هو تعامل مع النصوص. تمام، اذا تلاحظ النص ما بي اي تنسيق. شوف هذه الصوره، هذه الصوره ايضا بنيه الاتش تي ام ال. هنا مكتوب عندنا H1 هو about me، وأيضا للتنسيق فعندنا paragraph. الباراجراف هذا احنا نريد ننسقه، فاحنا نريد ننسقه لازم نستخدم تنسيقات بال CSS، ولكن للتوضيح هاي الصورة شوفها. النص من يتنسق يظهر بهذه الصورة about me مثل ما تلاحظ داخل مربع، والنص إذا تلاحظه بخط جميل حتى يظهر للزائر بصورة جميلة. هنا هي رسالة معينة، فهذه معناتها فورماتنج تكست، معناتها تنسيق النص. اوكي، فحتى تعرف شنو فورماتنج تكست هي تنسيق النص. اوكي، شو راح ناخذ بعد؟ راح ناخذ وسم اخر اللي هو وسم احنا نقول مثلا ناخذ وسم الاي تاج. شوف هاي الصوره، اذا تلاحظ مكتوب اي بعدها مكتوب اتشرف. شنو الاتريبيوت اشرف؟ اشرف بمعناه عند الضغط، عند الضغط. اذا تلاحظ انا مكتوب سومر، مدونة سومر، تقدرون تزورون مدونة سومر. هذه تخص البرمجة، ايضا كلام عن التقنية ومقالات جميلة ممكن تعجبكم، شوفوا بالمدونة، زوروا المدونة هذه. فمكتوب اذا تشوف مكتوب ليرن وبجانبها فد كلمة معينة اللي هي بليرنج. فإذا تلاحظ تدوس عليها هسه بهاي الصورة شوفها تظهر بهاي الشكل، فيظهر باللون الأزرق بمعنى هذا لينك. إذا وسم اللينك ما هو وسم اللينك؟ هو الـ A tag. الـ A tag. الـ A tag شباب من تكتبه تكتب اللينك مالتك اللي هو الـ URL تخليه وين؟ تخليه بالـ HREF. الـ HREF ايش راح يسوي؟ راح يخليك عند الضغط على النص، هو راح يكون هم ايضا نص ولكن النص عبارة عن لينك، فعند الضغط عليه راح ينقلك الى صفحة معينة. وهذا كله يعني اللي لازم تعرفه عن الاي تاج، هي تتعامل مع اللينك. تمام، فهذا اللي حبيت اضيفه في هذا الفيديو. اذا عجبك انطيني لايك وايضا تعليق على ذوقك، ايضا شارك المحتوى مع اصدقائك حتى تدعموني ايضا حتى اقدر اقدم المزيد ان شاء الله. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.